دكتور، شو وقت ننهي تسعيرة الأدوية؟ تسعيرة الأدوية منظومة متكاملة. نعم. تبدأ من لحظة تقديم المكتب العلمي الدواء المراد استيراده أو إدخاله إلى العراق. يتم أول شيء انتقاء الدواء خلال هيئة انتقاء الدواء، وبعدها تسجيل الدواء، وبعدها إقراره، يعطى إجازة استيراد إلى المكتب العلمي لاستيراد الدواء. خلال التسجيل هناك بعض الضوابط والريجوليشن اللي يجب أن توفرها الشركة أو المكتب العلمي لإقرار الدواء وتسجيله. يفتح فايل إلى هذا الدواء. عند فتح الفايل تكون هناك بعض المتطلبات يجب أن تتوفر. نعم. قسم من الشركات توفر المتطلبات وقت تبقى المتطلبات غير متوفرة، فيبقى الفايل مفتوح يسمى قيد التسجيل. قسم من الشركات تتأخر بتوفير المتطلبات فيبقى الفايل مفتوح ولا يسجل. في حين خلال هاي السنة بدأت وزارة الصحة بنظام جديد هو التسجيل السريع. إذا أكمل المكتب العلمي جميع المتطلبات وتم فحص العينات الدواء وتم نجاحه بالفحص وتم إقراره وتسجيله لا يتجاوز أكثر من 30 يوم. إشقد المكتب العلمي دكتور علاء، إشقد بقى يعني إشقد نسبة تم تسجيل أسعار الأدوية؟ إشقد نسبة تحديدا وصلت المرحلة؟ عفوا، نسبة تسعيرة الأدوية يعني كم نسبة وصلتوا إلها؟ إحنا أول شيء نتكلم عن عدد الأدوية المسجلة. بالضبط، هو المسجلة بالأسعار هو جزء من المنظومة. بالضبط، تسجيل الدواء جزء من المنظومة، وبعدين التسعيرة. التسعيرة تمر بلجنة، لجنة التسعيرة اللي هي بين نقابة الصيادلة وبين وزارة الصحة، والمكتب العلمي يقدم سعر الدواء، وتصير مفاوضات بين الوزارة وبين المكتب العلمي على تسعيرة الدواء، وترسل التسعيرة إلى النقابة، والنقابة تعرف بهاي التسعيرة.